الرحيم النهارده هنخزن الثوم بطريقه جميله جدا جدا. مفيش بيت ما بيبقاش محتاج الثوم، الثوم والبصل طول السنه يعني ما بنستغناش عنهم. فانا هعمله لكم بالطريقه الجميله دي، طريقه حلوه منظمه، هتعلقيه في بلكونتك هيبقى شكله حلو ومنظف البلكونه وهيعيش معاكي السنه كلها بالطريقه دي. يلا بينا نسمي الله ونخش ونشوف الفيديو بتاعنا. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. صباح الفل والهنا والسعادة والياسمين. يا ريت لو انت أول مرة تشوفي قناتي يا ريت تشرفيني باشتراك ولايك حلو كده من إيدك الحلوة. يلا بينا النهاردة نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. طبعا كلنا هنبدأ في تخزين الثوم. الثوم ما ينفعش يتخزن قبل دلوقتي. ليه؟ لأني لو خزنتيه وهو العرش بتاعه أخضر فبيفضى معاكي بسرعه، فاول ما تحسي ان هو بدا ان هو يدبل كده بالشكل ده والفصوص بتاعته تبدا تبان، يعني اول ما بيطلع بتبقى راس الثوم متغلفه كلها كده، ما بتبقاش الفصوص بالشكل ده. الثوم بقى اللي هو بتاع التخزين اللي هو الثوم الفيومي اللي هو الاحمر ده، ومش برده فيه ثوم فيومي بتبقى العرش العرش بتاعه دوت بيبقى مقطوم. انا هدور على واحده دلوقتي بحيث لو قبلك التوميه اللي هي بالشكل دوت ما تشتريهاش وما تخزنيهاش، يعني لازم تشتري التوم اللي هو فيه العرش دوت اللي هو بيبقى من فوق في الراس، ولما تكون الراس فيها طينه كده مليانه بالشكل دوت بتبقى حلوه قوي قوي، ودي بتاعه التخزين. انا هدور على توميه كده اوريها لكم. بصوا انا جايبه نوعين توم، التوم اللي هو الفيومي دوت اللي انا هضفره واحطه في البلكونه، ده بيقعد من السنه من السنه ما بيحصلوش حاجه، بس اهم حاجه تنقي التوميه الصح اللي هي بتاعه التخزين. شايفين التوميه دي؟ شايفين راسها عامله ازاي؟ مقطومه ازاي؟ في توم كتير قوي من اللي هو الفيومي الاحمر دوت بيبقى بالشكل ده. استبعدي التوميه دي ما تشتريهاش خالص، تشتري التوميه اللي فيها العرش دوت وتكون فيها تينا، يعني لو في تينا اكتر من كده انا بلاقي ناس تقول له لا ده مليان تينا، لا بالعكس اللي مليان تينا من هنا دوت بيعيش وما بيحصلوش اي حاجه وما بيفضاش منك. اما دوت انا بحب اجيبه افرمه واحطه في الفليزر لسمك، يعني بينفع. يلا بينا نشوف بقى نخزنه ازاي. وفي برده دوت ممكن يتخزن لما يتخزن صح، لما تكون التوميه فيها العرش دوت وفيها طينه بيبقى حلو قوي. والتوم دوت خلي بالكم ليه طعم قوي لان دوت البلدي بتاعنا. يلا بينا بقى نبدا نشوف هنعمل التوم ازاي. طبعا اهم حاجه واللي انت في ناس بتخزن التوم بالشكل دوت بتعمله روبوت كده وبتعلقه وبتقصه من هنا. انت لو التوميه قصتيها انت كده بوظتي التوم، لان التوم راس التوم بتتغذى على العرش دوت، طالما اتغذت كويس مش بتفضى معاكي، اما لو قصتيها كده خلاص التوم صدق الله العظيم هيبوظ معاكي خلاص مش هينفع. يبقى انت كده بوظتي التوم اللي انت خزنتيه. يلا بينا نبدا نشوف انا بعمل الثوم دوت ازاي. انا بضفره بحطه بطريقه حلوه جدا جدا في البلكونه. شايفين انا هجيب ثلاثه كده بالشكل دوت. انا الثوم ده كان المفروض عملته من بالليل بس للاسف يعني ما الظروف ما سمحتش ان انا اعمله. اهو بالشكل ده هتجيبي ثلاثه ثوم كده، ثلاث روز ثوم هتحطيهم كده، وهتجيبي دي من هنا كده يا رب يكون واضح كده واهي بالشكل ده، وهتمسكيها كده نجيب راس ثوم ثانيه نحطها عكسها كده اهي بالشكل ده، وهجيبها من تحت كده اهو بالشكل ده كده كده. شايفين نجيب راستون تانية كده هنحطها عكس دي واجي جاية من تحت كده لفة العرق على الراس بالشكل ده اهو. واحدة تاني
بالطريقة دي بيطلع حلو جدا وبيبقى شكله حلو في البلكونة وما بياخدش معاكي مساحة. شايفين؟ هجيب دي كده واجي لفاها كده وماسكة بقية العرش من تحت كده اهو. شايفين؟ طريقة سهلة اهي. هتجيبي راس التوم بالشكل ده كده وتيجي جاية لفاها من ورا كده. طبعا نحط الروس الكبيرة مع بعض والصغيرة مع بعض اهي كده. وهاجي العرش دوت من ورا كده ولفة تانية اهو بالشكل ده. شايفين؟ اجي جايبها كده ومن ورا ماسكة العرش. شايفين؟ هجيبه كده ولفة تانية على الراس بحيث ما يبقاش العرش طويل معايا. عكسها كده. يجي من تحت كده واجي لفاها لفتين اهو. تاني. هي مش صعبة ولا حاجة، سهلة جدا جدا اهي كده. وهاجي ماسكاها. بصوا لو اتقطمت معاكوا يبقى دي ما تتخزنش، دي اسحبها الاول. شايفين؟ انا اللي اتقطموا معايا حطهم على جنب كده، دول هستعملهم الاول اهي. شايفين كده؟ ومن ورا كده على الراس بالشكل ده اهو. شايفين؟ بيبقى شكله حلو قوي قوي ومنظم وما بياخدش وقت وما بياخدش مكان في البلكونه كده. هلفها لفه تانيه عليها. شايفين؟ سهله جدا. برضو بدور على الروس الكبيره من ورا كده لفتين على الراس بالشكل ده اهو. زي ما قلت لكم لو لقيتوا التومه اللي هي فيها تينه دي بتبقى حلوه جدا اهو. شايفين؟ لفتين كده اهو. عكسها. دي لا دي استبعدها لانها العرق بتاعها اتقطم. حطها هنا مع اللي هنستعملوهم الاول كده بالشكل ده. شايفين؟ طريقة سهلة جدا جدا. عكسها. واجي لفاها كده ولفه تانيه على الراس اهو. انا هكمل الكميه عشان ما اطولش عليكم وهنرجع مع بعض. ده خلصت كميه التوم بتاعتي كلها، والله ما خدتش معايا وقت خالص. بالطريقه دي هتعلقيه في البلكونه، ممكن تمسكيها تلفيها كده اهوت بالشكل دوت، يعني تعمليها دايره كده اهي بالشكل دوت وتعلقيها. طبعا القش دوت بيضايق ناس كتير، اول التوم ما بينشف بتبصي تلاقيه بيبهدل البلكونات. لا بجد الطريقه دي حلوه جدا جدا، مش بلكونتك مش هتتبهدل. ولو مش عايزه تعلقيه، انا عن نفسي مش هعلقه، هحطه في قلب التربو بالشكل دوت كده. طبعا تربو مكشوف مش مقفل شبه الدرج. لا هيعيش معايا وهيفضل زي الفل. وهتبقى البلكونه مش مكركبه، يعني مهما كانت كميه التوم كبيره لا اعمليها بالطريقه دي. انا عن نفسي البلكونه عندي يعني الواجهه، واجهه الشقه هي البلكونه، ففي ناس بتبقى مكركباها وحاطه فيها كراكيب. لا يعني حتى التوم بتاعنا اللي احنا بنعلقوه او بنخزنه لازم نحطوه بطريقه نظيفه وطريقه منظمه. وكده خلي بالك التوم بيعيش.
لو بتجيبي توم للتخزين حاولي ما تقصيش العرش بتاعه دوت، لان العرش بتاعه دوت هو اللي بيغذي التوميه وبتفضل حلوه معاكي. وحتى لو جبتي التوم الابيض زي ما قلت لك، تجيبي التوم اللي هو فيه طينه، في ناس بتحبه مش بتجيبي التوم ده، بس التوم دوت بيعيش اكتر بصراحه. يا ريت فيديو النهارده تكوني استفدتي بيه. ان شاء الله هتعملي التوم لو انت مش بتعمليه بالشكل دوت، هيطلع حلو جدا جدا معاكي وهيعيش معاكي السنه كلها ومش هيحصل له حاجه. يا ريت بقى ما تنسينيش في اللايك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع الف مليون سلامه.